فكرة بسيطة لحفظ الأطعمة في الأكياس النايلون، ممكن أتنيها بعدة أشكال بالطريقة هاي، ومجرد أني بثبت الكليبس اللي بنستعمله في تثبيت الأوراق، ولكن أتأكد أني أنا عم بستعمل الكليبس المقاس الكبير عشان ما يدخل في الأطعمة، هيك لما يبقى مقاسه كبير بيبقى شايفه وأتأكد أنه ما فيش منه خطر، وبيحافظ لي على الأطعمة طبعا طازجة.